اللي انضمت باسم الجمعية اولا الرئيس ديالها هو السي جمال التازي، اللي انضمت مع العمالة ومع الجمعية الملتقى الدولي رقم 12 هذا النشاط الفني والثقافي ايضا والاشعاعي اللي اعطى المعرض الفلاحي واحد النكهه خاصه ذات طابع فني وثقافي اللي شاركت فيه مجموعه ديال الفرق محليه ووطنيه، زائد اللي كتنقسمها على ثلاثه ديال المحطات، كاين المحطه ساحه الهديم اللي عرفت فرق وطنيه ذات اشعاع دولي ووطني وعربي ومحلي، بحال دابا شفتوا اليوم الفرقه ديال اشكاين ذات طابع يعني عندها اشعاع، كذلك ياسين حبيبي، كذلك فرق المايسترو حجيب وغيرهم الفنانين، كذلك ساحه لاغورا اللي عرفت مجموعه من الانشطه الفولكلوريه ذات الطابع المحلي والاهازيج المحليه من فرقه احيدوس، من الراب، من مجموعه الشباب ايضا التي شاركت اليوم، وكان ختام هذا اليوم يوم حافل بـ 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 بالاغاني الصاخبه والمنشده والمطربه ذات البعد يعني الجدي في الاداء، كذلك ساحه باب القصدير التي عرفت ايضا مشاركه لازيد من 1200 فرس ب 59 صربه، وكذلك ونشكر السلطات المحليه اللي عاونتنا بالنسبه للباشا السيد الباشا والسيد القائد، وكذلك الجمعيه اللي تكلفت بالعمليه ديال السهر على استقطاب الجمعيات ديال الخيول من مختلف الاماكن، بحيث في 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 منطقه الفروسيه باب القصدير جاوا خياله من مدينه بركان وانتزع ومن البهاليل وكذلك من الاطلس، هذا تيدل على مدى يعني التتبع والاهتمام بهذا الملتقى والانشطه الثقافيه اللي كتكون مواكبه ايضا لهذا النشاط. وبجانب هذا الشيء هذا تم ايضا توزيع مجموعه ديال الهدايا ومساهمات ماديه من طرف مؤسسه القرض الفلاحي على هذا الخيال على الفرق ديال هذه الخياله، وبالنسبه للجمعيه ايضا يعني في اطار انفتاحها على 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 المجتمع المحلي في الثقافي والجمعيات الجاده، كان العمل الحمد لله مثمر، ساهم فيه الجميع، تنشكروا فيهم القوات المساعده والامن الوطني والوقايه المدنيه وكذلك المصالح الطبيه وكذلك رجال الحراسه الخاصه. الى جانب هذا يجب الاشاره الى الحضور الهام والبارز للسيد عامل عماله مكناس وكذا رؤساء المصالح الامنيه المساعده له من درك ملكي وقوات مساعده ومسؤولين بالعماله، والمجلس البلدي ايضا حضر نائب الرئيس الذين زكوا هذا العمل وهذا المنتوج الحضاري الثقافي بتوزيع مساهمات ماديه وشواهد تقديريه على المشاركين من جمعيه الفرس المغربي الاصيل اللي معروفه به المنطقه، ونحن نسعى بتضافر مع السلطات والجمعيه الملتقى الدولي للفلاحه على ابراز هذا النوع من 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 من, من الاهتمام بالفرس ويعطيه بعد وطني ودولي، بل يمكننا نشاركه به في مسابقات دوليه ومحليه للرفع من قيمه هذا الملتقى.